بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي طبعا ارحب بحضراتكم النهارده في المؤتمر الصحفي اللي بيعقد بعد اجتماع مجلس الوزراء والحقيقه يمكن يعني انا وجدت هذا الموضوع فرصه جيده جدا ان احنا نعرض بالتفصيل مخرجات الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للاستثمار اللي شرفنا برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي له امبارح بعد اعاده تشكيل المجلس والحقيقة هذا الاجتماع كان شديد الأهمية والتوقيت الخاص به توقيت مناسب جدا عشان يعني الحقيقة فخامة الرئيس الحقيقة بدأ يعني تعليق مهم جدا أن الدولة المصرية النهاردة في مرحلة فارقة وأن احنا محتاجين كلنا يعني كل الجهات اللي موجودة في الدولة تشتغل بهدف رئيسي وهو مهم وهو زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات في المشروعات التنموية للدولة المصرية بتقوم بيها ولا بد أن يكون هناك ثورة وجرأة شديدة في اتخاذ القرارات ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية اللي موجودة بهدف شيء واحد إن إحنا نسرع ونيسر من الإجراءات بهدف جذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص إنه يتولى الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة. الحقيقة يمكن يعني أنا اللي هعرضه على حضراتكم النهارده احنا طبعا كان يعني بناء على توجيهات سيادة الرئيس على مدار الفترة اللي فاتت الحكومة المصرية احنا كنا شغالين على العديد من القرارات والإجراءات. وكان الحقيقة المؤتمر فرصة إن احنا أولا نستعرض إيه اللي الدولة عملته وبالذات في آخر عام تحديدا من مايو 22 حتى الوقت الحالي وأيضا نعرض التوصيات او مقترح القرارات اللي هتخرج او خرجت بالفعل من المجلس امس والحقيقه كانت هذه القرارات هو نتاج جهد كل زملائي من الوزراء ومن الجهات المعنيه في الدوله جهات كثيره موجوده والسياديه في الدوله ايضا ساعدتنا في هذا الموضوع بحيث ان احنا نخرج بمشاركه القطاع الخاص ودي كانت بناء على الاجتماعات الكثيره جدا اللي احنا كنا بنقوم بيها سواء أنا على مستوى مجلس الوزراء أو السادة الوزراء مع كل مؤسسات القطاع الخاص اللي موجودة في الدولة جمعيات المستثمرين الغرف مجالس التصدير وكنا بنستمع إلى شكاويهم أو التحديات اللي بيواجهوها وبناء عليها صغنا هذه القرارات بناء على كل المدخلات اللي من كل الجهات فاسمحوا لي كده هستعرض مع حضراتكم سريعا إيه اللي احنا توافقنا عليه ولأن سيادة الرئيس بناء على هذه القرارات اللي تم الموافقه عليها وجه الحكومه بطريقه واضحه تماما ان يتم وضع برنامج زمني وتحديد في كل قرار مين الجهه اللي هتبقى مسؤوله عن تنفيذه وهيبقى ان شاء الله على طول في متابعه من سيادته وان كان في التوجيه ان هيبقى في تركيز الفتره الجايه على يعني دوريه انعقاد المجلس ويمكن هيبقى يعني كان طبقا للقرار ان يبقى كل ثلاث اشهر بينعقد كان توجيه سيادته لا احنا ممكن نصل ان احنا نجتمع شهريا في البداية أو بالأكثر على الأكثر كل شهرين عشان نتابع أولا تنفيذ القرارات اللي احنا بناخدها وكمان لو في قرارات أخرى احنا شايفين انها هتبقى بتساعد في يعني زيادة جاذبية مصر للاستثمار هناخدها برضو في الاجتماعات القادمة النقطة اللي انا عايز اقولها وده ارجو من حضراتكم يعني انا بشرحها للمواطن المصري بطريقة بسيطة جدا الدايجرام اللي احنا قدامنا او الرسم اللي قدامنا بيوري تطور حجم الاستثمارات اللي كانت بتقوم بيها الدولة والقطاع الخاص مع بعض اعتبارا من عام 2005 لغاية الوقت الحالي وعايز بس اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا لينا كلنا كمصريين احنا كنا في 2005 و2006 اجمالي الاستثمارات اللي بيقوم بيها القطاع الخاص والدولة مع بعض كانت 115 وسبعة من عشرة مليار جنيه احنا السنة الجاية اللي هي 2023 2024 الاستثمارات اللي موضوعة اللي موضوعة تريليون و واربعين يعني كده حضراتكم تقدروا تقولوا تقريبا على مدار هذه الفترة احنا زودنا خمستاشر ضعف الاستثمارات وده كان لازم ناخد بالنا منه كلنا إن الدولة المصرية بحجمها والنمو السكاني المتسارع ما كانش ينفع إن احنا نستمر بالمعدلات البسيطة للاستثمارات اللي كانت موجودة. وإلا كان هيبقى عندنا مشاكل هائلة في كل حاجة، في البنية الأساسية وفي الخدمات وفي كل شيء احنا محتاجينه النهاردة عشان الدولة دي تنمو. فأنا عايز أوري حضراتكم يعني لو حضراتكم تشوفوا المنظر العام بالكيرف هنلاقي ان الاستثمارات كانت لمده عشر سنوات ماشيه بمعدلات بطيئه وبعد كده ابتدت الرقم او الكيرف يعلى والرقم والكيرف ده عالي مش عشان القطاع الخاص قل ولكن عشان الدوله ابتدت هي كمان عشان تحصل تحقق معدلات نمو صح ابتدت هي كمان تزود استثماراتها بارقام كبيره لان احنا كنا مقدرين ان القطاع الخاص في الظروف اللي مرت بها الدولة بدءا من 2011 والاضطرابات اللي كانت موجودة و2015 لما ابتدينا خطوات الاصلاح الاقتصادي وبعد كده الظروف اللي مرينا بها العالم كورونا والحرب الحالية دي من حق يعني طبيعي جدا ان القطاع الخاص يبقى يعني متخوف في اي حتة انه يضخ استثمارات كبيرة او بسرعة عالية وده شيء طبيعي فكان الخيار اللي خدته الدولة في المرحلة السابقة ان هي تضخ الاستثمارات عشان تعوض التناقص اللي حصل او التباطؤ من القطاع الخاص وتبدا انها تزيد من فرص العمل والتشغيل اللي احنا الحمد لله قدرنا نقلل بيها معدلات البطاله لكن بقى تركيزنا النهارده كمجلس اعلى للاستثمار وتوجيه سياده الرئيس ازاي القطاع الخاص يزيد من استثماراته علشان يبقى قد الدوله وكمان يبقى اكتر منها احنا حاطين مستهدف حضراتكم لا ننساه إن بعد ثلاث سنين يبقى نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات 60 أو 65%، وهو ده كلنا اللي نشتغل عليه. إحنا عرضنا إن القطاع الخاص في مصر بالفعل من حيث حجم المنشآت وعدد اللي, اللي بيشتغلوا فيه وفرص العمل اللي موجودة هو بيستحوذ على نصيب الأسد، وده الطبيعي في أي دولة. إحنا عندنا تقريباً 3 مليون و750 ألف منشأة قطاع خاص، ده حجم القطاع الخاص كمنشآت. كل ال 79% من اجمالي المشتغلين بيشتغلوا في القطاع الخاص. لما ببص على الناتج المحلي بتاعنا الاجمالي 75% منه بيطلع من القطاع الخاص. لكن مشكلتنا في القطاع الخاص ايه؟ ان اكثر من 50% منه قطاع غير رسمي. ان احنا 60% من القطاع الخاص والحجم المنشات دي بتشتغل في تجاره الجمله والتجزئه، يعني في التجاره. ولكن احنا كلنا بنقول ده لازم يبقى في القطاعات الانتاجيه، الصناعة والزراعة وكل الأنشطة الأخرى اللي احنا بنقول عليها إنتاجية لكن المشكلة كمان التحدي إن واحد في المية فقط من حجم هذه المنشآت بتاعة القطاع الخاص هو اللي بيصدر معنى كده إن تسعة وتسعين في المية فقط على قد السوق المحلي ودي نقطة إن احنا إزاي نشجع القطاع الخاص انه يبقى كمان بغرض التصدير وده هيبقى طبعا شغل المجلس الاعلى للتصدير اللي ان شاء الله برضو سياده الرئيس يرأس اول اجتماع ليه طب احنا كدولة في ظل هذا الكلام احنا عرضنا او بنعرض ولازم كلنا نفتكر ان في خلال العام الماضي احنا خدنا اجراءات مهمة جدا في خلال سنة احنا عملنا يعني اعدينا وثيقة سياسة الملكية بتاعت الدولة وفخامة الرئيس تفضل بالتصديق عليها في آخر ديسمبر من العام الماضي. وهي دي بالنسبة لنا اللي شغالين عليها بقوة كبيرة جدا كدولة ازاي نمكن القطاع الخاص انه يزيد من مساهماته ودي اللي بالنسبة لنا زي ما قلنا دستور اقتصادي للدولة بنشتغل عليه. احنا الحقيقة كان توسعنا في إصدار الرخص أو الرخصة الذهبية. ودي كانت مادة موجودة في قانون الاستثمار من 2017 ولم يتم تفعيلها. بدانا نفعلها، 15 شركة تم منحهم الرخصة، بالإضافة إلى طلبات أخرى من شركات أخرى النهاردة بندخلها، ويمكن كان أحد التوجيهات اللي هتشوفوها إن كان القرار الأول إن اللي يستمتع بالرخصة الذهبية هي فقط المشروعات الاستراتيجية أو المشروعات الكبيرة. كان أحد التوصيات إن لا نتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات كثيرة جدا علشان نسهل من الإجراءات. احنا كان طبعا جزء من الطلبات المهمة مع التضخم وزيادة سعر الفايدة لقطاع الصناعة والزراعة طلبوا ان يبقى في مبادرة من الدولة عشان تتحمل عنهم جزء من الفايدة فحضركم تتذكروا احنا عملنا مبادرة ب 150 مليار جنيه ان يبقى الفايدة اللي يتحملها المستثمر 11% واحنا كدولة نشيل الفرق وتكلفة هذا الموضوع ويمكن معالي وزير المالية كان بيقول تكلفته على الدولة حوالي 16 مليار جنيه 15 او 16 مليار عشان نتحمل فقط سعر الفائده فرق سعر الفائده لهذا الموضوع اضفنا مؤخرا قطاع السياحه فبقى الاجمالي 160 مليار الدوله هتشيل فرق سعر الفائده فيما ما فوق ال 11% اعفينا 20 قطاع صناعي من الضريبه العقاريه لمده 3 سنين او تحديدا احنا اللي قلنا احنا اللي هندفعهم كدوله عن هذه القطاعات وحدة حل مشاكل المستثمرين اللي تم انشائها جوه مجلس الوزراء بقت بتنظر في طلبات المشاكل ونحل هذه المشاكل يمكن تقدم الينا 1900 شكوى حلينا او بتينا في 1400 شكوى منهم حتى هذه اللحظه 75% من النتيجه بتاعتهم كانت لصالح المستثمر. عملنا تعديل قانون حمايه المنافسه. علشان نزيد من استقلالية الجهات الرقابية والحياد التنافسي اللي كان كل الجهات الدولية بتقول عليه أطلقنا الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية وكان هناك قانون تم إعداده وإقراره الخاص بالحماية الملكية الفكرية لجنة فضل المنازعات اللي هي بقى اللي بي المستثمرين اللي بيدخلوا في منازعة مع الدولة تم يعني اعاده تفعيل وتنشيط هذه اللجنه برئاسه معالي وزير العدل وشغالين بقوه على متابعه كل القرارات اللي بتصدر عشان تتنفذ على الارض. عملنا اصلاحات جذريه كان الناس بتطالب بيها في موضوع تخصيص الاراضي الصناعيه. بقينا النهارده دخلنا موضوع ان ممكن الارض تبقى بحق الانتفاع بجانب التملك. حطينا تسعير ثابت للاراضي الصناعيه معلن بقرار من رئيس الوزراء. هيئة التنمية الصناعية بقت الجهة الوحيدة المخولة بانها تطلع كل الموافقات للمستثمر، يعني المستثمر لما بيجي عايز يعمل أي حاجة للصناعة يروح فقط لهيئة التنمية الصناعية، وهي المسؤولة انها تنسق مع بقية الجهات اللي موجودة في الدولة. التخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مركزية عشان أي مستثمر كبير أو مستثمر أجنبي عايز ياخد أرض تخصصه بصورة فورية. دي كلها اجراءات احنا عملناها في خلال الفتره السابقه قلنا في جميع الظروف تبقى 20 يوم فقط يوم عمل تطلع الرخصه وانا بتابع مع علي وزير الصناعه هذا الموضوع وفي تحسن كبير في هذا الكلام وبقولها لسه اه ما وصلناش في احيان لل يوم لكن الزمن قل جدا وبقى عندنا الهدف ان احنا ننزل حتى عن ال يوم عمل في هذا الموضوع اخر حاجه يمكن كانت يعني ظهرت وطلعت من يومين من خلال هيئه الرقابه الماليه والبورصه المصريه اطلاق اول صندوق للاستثمار في الذهب علشان يبقى ده كمان نافذه للمصريين ان هم لو عايز يستثمر وعايز يستفيد بموضوع الذهب ان هو يعني يحط فلوسه في موضوع الذهب اتحطت اليه واضحه لهذا الموضوع وهتبدا تفعل في خلال المرحله القادمه طب ايه المقترحات القرارات اللي تم اقرارها امس إحنا استعرضنا بناءً تاني على كل اللي كان بيجي لنا من القطاع الخاص هو المشاكل والتحديات اللي بتواجهه فين؟ وجدنا إن تحديدًا يعني تتبعنا مسار أي مستثمر النهارده لما بيجي يدخل بدءًا من إن هو عايز يدخل البلد ويبدأ مشروع لغاية لما يبدأ يشغله التحديات اللي بتو... بيواجهها فين؟ لقيناها في أربع نقاط: تأسيس الشركات، تخصيص الأرض، تصريح مزاولة النشاط، وبعد كده إن هو يشغل مشروعه. والحقيقه عشان كده يعني اتحطت 22 قرار وهما دول بقى القرارات اللي احنا بنعلنها على حضراتكم الجديده اللي وجه سياده الرئيس ان يتحط برنامج زمني ويبقى متعرف مين الجهه المسؤوله عن التنفيذ ونبقى بعد هذه المده بنتابع ونتاكد انها اتنفذت. فيما يخص تاسيس الشركات ان هيتعمل تعديل للمواد للائحه التنفيذيه ومواد موجوده تحديدا في اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار اللي من شانها انها تساهم وتشجع التوسع في انشاء المناطق الحره الخاصه وايضا ان المستثمر الاجنبي يقدر ان هو يتعامل مع البنوك خلال فتره تاسيس الشركه، كان هناك عوائق ان لازم نستنى لغايه لما يتعمل الشركه وتاخد الاجراءات، لا انت من اول لحظه يقدر المستثمر الاجنبي مجرد ما بيقدم الطلب انه يبدا يتعامل مع البنوك فورا. وحاطين زي ما حضراتكم شايفين في الجدول مين جهة التنفيذ اللي هتبقى مسؤولة عن هذا الموضوع والمدة الزمنية عشان نخلص هذا الإجراء فهتلاقوا في كل قرار محطوط جنبه الجهة والمدة الزمنية اللي هتبقى موجودة علشان نتابع بناء عليها القرار الثاني ان نعدل برضو نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار علشان نشجع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كمدخل في الإنتاج إنها كمان تستمتع لو عايزة تبقى تستمتع بنظام المناطق الحرة الخاصة تتعمل عندنا تقدمت عدد من الشركات العالمية عايزة تعمل مشروعات بتروكيماويات بس تبقى بنظام المناطق الحرة ودي النهاردة كانت الدولة متوقفة عن هذا الموضوع وقت ما كان عندنا مشكلة في الغاز الطبيعي إحنا الحمد لله كدولة النهاردة لدينا خطة واضحة وعندنا رؤية للغاز الطبيعي فنقدر النهارده من خلال المجلس الاعلى للطاقه وبموافقاته ان احنا ندي موافقات لهذه المشروعات وبالتالي برضه من حقها انها لو عايزه تعمل بغرض التصدير تعمل منطقه حره هنبدا نعدل هذا الموضوع. الموضوع الثالث الموافقات اللي كانت بتطلع علشان انشاء الشركات وتنفيذها ودي كانت شكوى ان الناس بتقول عشان اخد النهارده الموافقه من الجهات مختلفه باخد وقت شهور فاحنا حطينا النهاردة ان الحد الاقصى عشان اخد كل الموافقات عشر ايام عمل بمجرد ما الشركة المستثمر الاجنبي جاي او حتى المستثمر المحلي وبيقول انا عايز انشئ شركة بتبقى بيبقى طبعا متطلبات معينة انه لازم يتخذ عليه موافقة ونتحرى عنه أحياناً كانت الشكاوي أنها بتاخد شهور النهاردة الحد الأقصى هو عشر أيام عمل طب الجهه ما ردتش الورق مستوفى وتقدم والجهه ما ردتش يبقى هي بمثابة موافقه ضمنيه يبقى هما موافقين. الحاجه الرابعه ان يبقى هناك انشاء منصه الكترونيه في هيئه الاستثمار تبقى هي اللي يعني احنا كنا كلنا بنقول قبل كده الشباك الواحد. العالم تجاوز الشباك الواحد ان بقت كل حاجه اون وتبقى على الكمبيوتر فاحنا التوجيه ان هيئه الاستثمار هتنشئ منصه الكترونيه موحده اللي هي بقى فيها تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات تبقى بتتعمل والجهات كلها مربطة فيها بحيث ممكن أن يعني الشركات حتى تتقدم أونلاين مش لازم يجي بنفسه لكن ممكن يقدر من خلال هذه المنصة أنه يعمل كل الإجراءات الحقيقة حطينا مجموعة فيما يخص تخصيص الأراضي ده الشق الثاني اللي كانوا بيشتكوا منه أن الحقيقة أكدنا على أن أي عقود كانت في مراحل سابقة الدولة عملتها وأقرتها يتم الالتزام بيها طالما أن المستثمر لم يخالف شروط اللي موجودة وكأن التزم بكل اللي كان موجود في هذه العقود ونسرع بتسجيل الأراضي لهذه الشركات لأن دي كانت شكاوى أن بعضهم بيقول والله أنا كان بقالي يعني عشرين سنة داخل في المشروع أنا أديت الالتزامات عليا لكن أنا بواجه صعوبة في تسجيل الأرض فتم هنا يعني التوجيه باحترام هذه العقود وتيسير اجراءات والزام الشهر العقاري بتسجيل الاراضي والعقارات لهذه المشروعات طالما ان ما فيهاش اي نوع من المخالفه. الشيء الاهم ان احنا يعني ده كان قرار ان احنا بنفتح للاجانب تملك العقارات داخل مصر. القرارات اللي كانت منظمه قبل كده كانت بتقول ان الحد الاقصى لاي اجنبي لو عايز يجي يتملك عقار في مصر حد اقصى اثنين. ويبقوا في مدينتين مختلفين. احنا النهارده وده اللي هيبقى معالي وزير العدل هيشتغل عليه مع كل الجهات، احنا بنطلق ان ما فيش حد يعني ما فيش رقم اي مس... النهارده اي اجنبي عايز يجي يتملك عقارات جوه مصر زي ما هو عايز، طالما هنحط ضوابط ان هو طالما ان هو بيسدد هذه قيمه هذه العقارات وطبعا الاولويه بالعمله الحره يبقى بنفتح ان هو عايز يتملك خمسة عشر عشرين احنا ما عندناش اي قيود في هذا الموضوع ويبقى من حق الاجانب ان هما يتملكوا اي عدد من العقارات الجزء الخاص بتصريح مزاولة النشاط ودي كانت نقطة مهمة ان لا نقصر اصدار الرخصة الذهبية على فقط المشروعات القومية او الاستراتيجية بالعكس اي مشروعات في اي انشطة احنا شايفينها لها اهمية كدولة نبدأ نتوسع في اصدار الرخصه الذهبيه لكل المستثمرين سواء المستثمرين المحليين او الاجانب وكانت في نقطه كمان اخرى ودي مهمه ان في شركات كثيره قالت ان القانون بيقول ان اللي يستمتع بالرخصه الذهبيه الشركات اللي تنشا بعد قانون الاستثمار اللي هو يعني من 2017 طب في شركات قالت طب انا منشاه قبل هذا القانون وعايز اعمل مشروع جديد افتحوا لي انا كمان ان انا استفيد بموضوع الرخصه الذهبيه فهو ده فعلا برضو لو وافقنا عليه ان اي شركه ايا كانت منشاه قبل القانون او بعد القانون انها تتقدم وتتمتع بموضوع الرخصه الذهبيه طالما انها متوافقه مع المعايير النقطه الاخرى ودي كانت اثيرت كنقطه تنظيميه وكانت الحقيقه هناك شكاوى منها ان يعني يبقى في رؤيه للدوله المصريه لدراسه ان الجهات او الكيانات اللي في الدوله المسؤوله عن مراقبه وتنظيم أداء الخدمات والمرافق تبقى مستقلة عن الوزارات اللي بتقدم هذه الخدمات. بمعنى إن لما يبقى هناك جهاز تنظيمي لمرفق ما وفي الوزارة نفسها بتقدم هذه الخدمة يبقى يعني المفروض الطبيعي إن هذا الجهاز يبقى تبعيته مختلفة عن الوزارة. فاحنا هندرس حالات كل الجهات دي بحيث يبقى ناخد الإجراء بعد كده طبقا للظروف إن ننقل تبعية الجهاز التنظيم الجهات التنظيمية لمجلس الوزراء بحيث إن الوزارة تبقى كيان لوحده والجهاز التنظيمي كيان اللي بيراقب وينظم كيان لوحده. الجزء الآخر ودي شيء مهم جدا وكان طلب للقطاع الخاص إن يبقى في مساواة في المعاملة. ودي هنا كانت النقطة اللي أثيرت إن هناك بعض المواد القانونية اللي كانت بتمنح معاملة تفضيلية لبعض الشركات والجهات التابعة للدولة عن القطاع الخاص فدي اللي تم التوافق عليه ان يتم التعديل بحيث يبقى كل متساوي القطاع الخاص زيه زي كل كيانات الدولة كلهم يعاملوا نفس المعاملة ما يبقاش في معاملة تفضيلية لكيانات التابعة للدولة عن القطاع الخاص الموضوع الاخر وده شيء مهم جداً في اطار تفعيل برنامج والاسراع ببرنامج الطروحات وبيع الاصول المملوكه للدوله وجدنا وخليني اقولها لحضراتكم بمنتهى الوضوح مشكله ان هناك كيانات كثيره جدا مملوكه للدوله شركات واصول بنلاقي ان الكيان ده مملوك لعشرة 10 12 جهه في الدوله يعني يا ريت ان هو مملوك لكيان واحد ممكن الاقي شركه مشارك فيها 12 جهه من الدوله عشان نقدر النهارده نعرف نطرحها أو نقدر نحطها علشان في برنامج الطروحات محتاجة يعني سلسلة من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية بتاخد أمد زمني بعيد جداً، فالتصور اللي احنا وجدناه وده اللي اقترحناه وتم الموافقة عليه إنه يطلع قانون بإنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء بيكون ليها بتجمع بيانات كل هذه الشركات وتاخد هي القرار الملزم اللي تلتزم بيه كل هذه الشركات اللي يتم دمجه اللي يتم تصفيته، اللي يتم بيع نصيب الدوله فيه، بحيث يبقى القرار ده ملزم وما نقعدش نلف على كل الجهات دي علشان ناخد موافقتها. فده هيبقى مشروع قانون هنتقدم بيه علشان يبقى الموضوع بصوره اسرع بكثير في خلال المرحله الجايه. هناك اجراءات هنصر عليها بقيام وزاره الماليه بنشر كل التقارير الخاصه بكل الاجراءات اللي بتقوم بيها الدوله من اجل تعزيز الحوكمه والشفافيه في خلال المرحله القادمه. تعديل نص مهم جدا ده في اجراءات التشغيل ان المستثمر الاجنبي ان نسجله نسمح ليه ان هو يسجل في سجل المستوردين حتى وان لم يحمل الجنسيه المصريه ودي لمده عشر سنوات كان بيحصل ايه ان لازم انا هقولها كده بمنتهى الامانه ان عشان نسجل الشركه في سجل المستوردين ويقدر ان هو يستورد مستلزمات الانتاج بننص ان لازم الشركه تبقى وعلى الاقل 51% للمصريين او إن الراجل يبقى يعني مع جنسية، لا إحنا في هذه الحالة بنقول طالما الشركة أنشئت في مصر حتى لو ملكيتها 100% أجانب من حقه إنه يتسجل ويبدأ يستورد مستلزمات الإنتاج. النقطة الأخرى ودي كانت بناءً أنا أنا بقولها لحضراتكم لأن كل دي كانت بناءً على مع القطاع الخاص وهو رؤيته إيه وإحنا كلنا توافقنا على هذا الكلام. مفيش أي جهة في الدولة ودي يمكن كنا قلناها قبل كده ولكن هتصدر بقرار شامل لا, لا يحق لأي جهة إنها تصدر أي قرارات تنظيمية تضيف أعباء أو تغير من أي رسوم أو مقابل خدمات يكون من شأنه إنه بيزيد أعباء على المستثمر إلا إنه لازم طبقا لقانون الاستثمار يرجع وياخد موافقة من هيئة الاستثمار ومن مجلس الوزراء ومن المجلس الأعلى للاستثمار اللي برئاسة فخامة الرئيس عشان ما حدش يطلع بأي قرار لوحده بيزيد اي اعباء على المستثمرين. النقطه المهمه برضو اللي كانت يعني واضحه موضوع يتحط قرار يعني معالي وزير العدل هيعمله بقرار تنظيمي يوضح ايه هي معايير فرض مقابل التحسين. لان دي كانت شكوى من عدد من الجهات ان ما فيش وضوح في تطبيق ما يطلق عليه مقابل التحسين للخدمات. فيعني تم التوجيه لسياده الوزير العدل هيحط هذا الموضوع ويضع ليه ضوابط واضحه كامله ويبدا هو نبقى بناء عليها تنشر لكل الناس عشان تبقى الناس كلها عارفه هذا الموضوع. الجزء الاخر ودي كانت ايضا احد الشكاوى ان بيبقى هناك دايما المستثمرين بيقولوا طب انا مفروض عليا عدد من الضرائب والحاجات اللي لازم ادفعها وفي نفس الوقت انا ليا مستحقات عند الدوله وما خدتهاش. فتم التوافق على يعني إقرار نظام المقصة وده بالفعل هو يعني موجود ليه ضوابط ولكن تم التوجيه لوزارة المالية إن الكلام ده يتم تفعيله بحيث يبقى المستثمر لو والله لو هو عليه ضرايب لكن في نفس الوقت ليه مستحقات يبقى بتحصل مقصة و و والدولة تعمل هذه المقصة يبقى اللي فاضل ليه أو اللي فاضل عليه ياخده لو عليه فاضل لسه التزامات يسددها يبقى على قد هذا الموضوع لان اللي كان بيحصل يتقال له ايه لا انت عليك ضرائب ورسوم ادفعها بيقول يا جماعه انا ليا فلوس عندكو لا ادفع الاول وبعد كده نبقى نشوف نرجع لك فلوسك ازاي لا ال القرار اللي موجود تتعمل المقصه وبناء عليها يسدد الفرق بناء على هذا الموضوع الموضوع الاخر وده شيء مهم ان معالي وزير الماليه في خلال ثلاث اشهر وهو الحقيقه كلف بالفعل مكتب استشاري عالمي يتحط وثيقة للسياسات الضريبية للدولة للخمس سنين والعشر سنين كمان قدام لأن المستثمرين بيقولوا إحنا بندخل وجايين وبنفاجأ أحيانا بتعديل في قوانين الضرائب فأنتوا كده إحنا ما بنبقاش عارفين الرؤية إيه فالنهاردة لأ هيبقى وثيقة تعلن في خلال ثلاث أشهر بتقول آدي سياسة الدولة الضريبية لخمس سنين وعشر سنين كمان يبقى الراجل اللي بيجي ويدخل عارف كويس قوي ايه الظروف اللي هيتحرك فيها ويشتغل فيها جوه الدوله برضو كانت نقطه مهمه انهاء تعديلات قانون تحويل الارباح ما بين الشركات القابضه والشركات التابعه ليها ودي للقطاع الخاص كان في شكوى ان بيحصل ازدواج في سداد الضريبه فبالتالي هذه التعديلات بالفعل احنا عدناها وان شاء الله هتقر في البرلمان في اقرب فرصه باذن الله كان جزء اخر مهم في اطار التيسيرات ان احنا بنقول إن هناك آلية بدل ما بيبقى فيه منازعات وتروح للقضاء وبتبقى طول فترات تنازع قضائي كان المحاكم الاقتصادية اللي هي المفروض تبقى معنية بحل المنازعات دي كلها القانون بتاعها كان حاطط حد أقصى للمنازعة بمعنى عشان أوضح القانون بيقول إيه لو في منازعة على مية ألف جنيه لو زادت عن هذا الرقم تروح للقضاء العام وطبعاً مع الإجراءات ممكن تاخد وقت طويل والرقم ال ألف ده لما اتحط اتحط في فترة زمنية سابقة كان ممكن يبقى رقم كبير النهاردة طبعا مئة ألف دي يعني كرقم متواضع جدا فتم التوافق ان نعدل هذا القانون عشان نشجع ان يبقى اغلب النزاعات الاقتصادية اللي ما بين المستثمرين تقر في جوه المحاكم الاقتصادية فبدي بيبقى فيها سرعة تقاضي ومرونة وتخلص الاجراءات بدل ما يبقى فيه منازعات في القضاء ايضا كل اعمال التعويضات الخاصه بنزع الملكيه لاي حاجه لـ 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 لعقارات او اراضي تخص المستثمرين تبقى الدوله ملتزمه ان في خلال ثلاث اشهر تخلص الاجراءات وتسدد التعويضات للمستثمرين. الحقيقه برضو يعني تم التوافق على الاستعانه بالبنك الدولي ومؤسسه التمويل الدوليه انها هي اللي تبقى يعني نتعاقد معاها علشان تضع معانا رؤية تشاركية واستراتيجية واحدة واضحة للاستثمار في مصر وتروج لمصر في خلال الفترة الجاية يعني دي كانت توجيه دايما من سياده الرئيس للحكومه نستعين بمكاتب وخبرات عالميه للترويج للاستثمار في مصر فالحقيقه مؤسسه البنك الدولي واحد المؤسسات الرئيسيه اللي فيها الاي اف سي هتبقى ان شاء الله نتعاقد معاها بحيث هي اللي تقوم بهذا الدور الحقيقه ايضا تم التوافق على تعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية وبالذات للهيئة الاقتصادية لقناة السويس وأي أخرى مناطق اقتصادية أخرى بتنشأ علشان نزيد من الحوافز وجاذبية هذه المناطق علشان تبقى مشجعة أكثر للاستثمار. الموضوع اللي بعده إنشاء وحدة دايمة ودي كانت نقطة مهمة وعملنا لها أكثر من اجتماع. الشركات الناشئة أو الستارت أبس الشباب بيقول النهارده احنا تايهين، مش عارفين نروح لمين علشان نخلص اجراءات المشاريع بتاعتنا، وابتدى يتقال ده يعني دول اخرى حوالينا بتجتذب الشركات المصريه والشباب. فتم هنا التوافق ان هتبقى هناك وحده دائمه داخل مجلس الوزراء برئاسه هيئه الاستثمار وعضويه كل الجهات عشان هي دي الجهه اللي هتبقى معنيه بتلقي كل طلبات وتضع الرؤية الواضحة لموضوع الشركات الناشئة وكل الحوافز ليها وتخلص هذا الموضوع في خلال شهر إن شاء الله الموضوع الخاص بقى ويمكن أقرينا غير هذه القرارات ابتدينا نشتغل على عدد من الحوافز لقطاعات بعينها في القطاع الزراعي وحضراتكم يمكن تابعتوا معانا هنتوسع في موضوع البورصة السلعية والزراعات التعاقدية احنا نجحنا في هذا الموضوع في مجموعة من المحاصيل الاستراتيجية لكن اللي هيبقى التوجه لكل الزراعات وكل المحاصيل الهامه للدوله هنبدا نفعل موضوع البورصه السلعيه والزراعات التعاقديه عشان الفلاح المصري ياخد اعلى عائد من هذه الزراعات ان شاء الله. في قطاع الاسكان والقطاع العقاري مع شكاوى المطورين العقاريين تم التوافق بصوره مبدئيه على ان كانت احد النقاط ان النهارده المستثمر او المطور العقاري اللي النهاردة بيقصد تمن الأرض اللي واخدها من الدولة هو بيدفع تمن الفايدة السارية فالنهاردة الفايدة اللي موجودة طبعا بقت فايدة عالية جدا فاحنا تم التوافق ان يبقى لمدة عامين هناخد عشرة في فقط من المستثمر الجزء الآخر احنا مدينا مدة تنفيذ المشروعات العقارية 20% في من المدة الزمنية بتاعتها لان هو طبعا كان بيبقى بيقول والله النهاردة ده سعر حديد التسليح برقم معين الاسمنت عالي المواد التشطيب كلها عاليه وانا مضطر عشان انا مربوط معاك كدوله ان انا لازم اخلص المشروع في مده زمنيه معينه فمضطر ان انا اتحمل كل هذه التكلفه فمدينا المدد الزمنيه بنسبه 20% يعني ايه 20% يعني المشروع اللي كان المفروض يخلص خمس سنين بقى من حقه انه ياخد سنه زياده فهيقدر ان هو ينفذ على ست سنين فدي تقدر انها تريحه شويه في عمليه التنفيذ وايضا ممكن دي كانت نقطه مهمه احنا كنا زمان بنعتبر كدوله ان المشروع مكتمل لما يحقق 90% من الخطه بتاعته احنا نزلنا بهذا الرقم الى 85% وجاري حاليا ويمكن دي ان شاء الله نعرضها في اجتماع اخر للمجلس عدد اخر من الحوافز اللي تيسر على المطورين العقاريين ودي بنشوفها دلوقتي مع جمعيات المطورين وهنعرضها في الاجتماع التالي للمجلس الاعلى للاستثمار في قطاع الصناعه وده يمكن شغلنا شاغل يعني كان التوجيه من فخامه الرئيس وان احنا يمكن عرضنا في المقترح ان حنبقى في هناك عدد هناخد اجراءات بان هناك يكون اعفاءات من الرسوم الجمركيه ورسوم اداريه الاخرى اللي النهارده ممكن صناعات بعينها ممكن كانت تدفعها في المناطق الجديده اللي احنا عايزين نعملها او لانشطه صناعيه احنا عايزين نشجعها بمعنى ايه؟ ان السيد وزير الصناعه هيبقى مكلف بتحديد عدد من الصناعات والانشطه اللي بمجابها هنصدر قرار ان اي حد يعمل مشروع في هذه الانشطه والصناعات هيتمتع باعفاء من الرسوم الجمركيه ورسوم اداريه كثيره، وبالاضافه الى ذلك هيبقى هناك بعض الحوافز الضريبيه اللي هتبدا انها تقر ان شاء الله في هذا الموضوع. وعايز اقول لحضراتكم احنا بدانا بالفعل وهقولها يمكن وهتيجي يعني في خلال القرار اللي جاي النهارده وافقنا على اول واحد منهم لانتاج الهيدروجين الاخضر وهنشرحه لحضراتكم بالتفصيل. في جميع الاحوال يمكن وده شيء اخر اقرناه ان للمشروعات الصناعيه اللي بياخد ارض عشان ينشئ عليها مشروع صناعي هنسمح بان هو يا دوبك يدفع اول مقدم للارض ونترك له عامين سماح بحيث ان في العامين دول ينشئ المصنع بتاعه، ما يتحملش فيهم اي اعباء ولا يدفع اي حاجه. ينشئ المصنع وبعد كده يبقى يسدد بقيه ثمن الارض على الاقساط، فده اجراء ان احنا خدناه. اجراء مهم اخر كانت شكوى من رجال الصناعه ان رخصه تشغيل المصانع بتجدد سنويا. فاحنا النهارده بنفتح انه من حقه ان رخصه التشغيل تبقى ساريه لمده خمس سنين ويبقى بالتالي يقدر النهارده يعني يبقى بيشتغل بدون اي نوع من المشاكل اللي عليه ان هو كل سنه محتاج ان هو يجدد رخصه التشغيل. هو ده الموضوع اللي انا برضو عرضناه امبارح واقرناه النهارده كمشروع قانون جوه مجلس الوزراء وهو مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته ان هنبدا مجموعه من الحوافز الاستثنائيه لهذه الصناعه وعايز اقول لحضراتكم وده اللي حصل عليه التوافق ان هنبدا نفعل مجموعه مشابهه من هذه الحوافز لكل المشاريع الاستثماريه وليس فقط للهيدروجين الاخضر هتبقى موجوده ويمكن قدام حضراتكم موجوده هيبقى في رد لغايه 55% من قيمه الضريبه على الدخل هيبقى بعد ما المستثمر يعمل المشروع الدوله تردها له هيبقى هناك اعفاء المعدات والالات والمواد الخامه المواد الخام اللي داخلة في المشروع من ضريبة القيمة المضافة لفترة برضو كبيرة وإعفاء صادرات المشروع مشتقاته من ضريبة القيمة المضافة كل دي هتبقى حوافز بتتحط في هذا الموضوع في قطاع النقل برضو تم التوافق إن المشروعات المناطق اللوجستية والموانئ الجافة وخلافه تتمتع بكل الحوافز المقررة في قانون الاستثمار ويبقى هناك توحيد لاستراتيجية التسعير داخل وخارج الموانئ اللي دي كانت شكوى من كل المستثمرين وبرضو التوسع في تفعيل موضوع القائمة البيضاء للمصنعين والمصدرين علشان يستفيدوا من كل الحوافز اللي موجودة دي يمكن في عجالة كانت كل الحوافز اللي تم إقرارها في اجتماع المجلس الأعلى حوافز كثيرة جدا ولكن الأهم ودي كان توجيه سيادة الرئيس مش فقط المهم ان احنا نطلع القرارات ولكن انها تنفذ على الارض وعشان كده احنا حطينا التزام علينا بتواريخ وجهات هتبقى مسؤولة عن هذا الموضوع وتبقى هي اللي مسؤولة عن المتابعة وان شاء الله في الاجتماع القادم للمجلس الاعلى الاستثمار يكون هناك متابعة لكن لحين حتى اجتماع المجلس الاعلى تم التوافق ان هيبقى في اجتماعات من خلال المجموعة اللي قدام حضراتكم هنتابع بصورة دورية اللي بيحصل على الارض، التنفيذ بيتم ولا لا، عشان لما يجي موعد اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار نكون ان شاء الله محققين اكبر حجم من الانجاز في تفعيل هذه القرارات. انا اسف اذا كنت طولت على حضراتكم، ولكن لو في اي اسئله يعني انا وزملاء الساده الوزراء نكون جاهزين للرد على حضراتكم. اتفضل يا فندم. أه حين نحاس كرات صدى البلد خلص التحية طبعا لحضرتك دولة رئيس الوزراء يعني بنتكلم النهاردة عن قرارات ثورية حقيقية 22 قرار حزمة الحوافز اللي حضرتك أقرتها بس زي ما حضرتك أنهيت تلك الحوافز والكلام أن دايما القرارات بتبقى محتاجة متابعه ورقابه عشان ننفذها ونحميها كثيرا يعني الحكومه بتتخذ قرارات رائعه جدا اللي بنشوف اشادات منها من كل جانب ولكن بوقت التنفيذ البعض بيكون هناك له ملحوظات طبعا عندما يطلع النهارده الشعب المصري او المستثمرين او القطاع الخاص على تلك الحزمه هي حزمه رائعه جدا ولكن ننتظر من الحكومه تلك المتابعه والرقابه لتنفيذ تلك الحزمه اللي بتشجع الاستثمار والقطاع الخاص شكرا فندم يعني قدام حضرتك يمكن السادة الوزراء ويمكن عشان كده احنا واضح تماما التكليف والتوجيه ويمكن دي كانت يعني هذا الموضوع حظى بمناقشة واسعة ومطولة في اجتماع المجلس النهاردة يعني احنا يمكن المجلس استغرق يعني قارب على الخمس ساعات كان يمكن اول ساعة ونص منهم بنناقش مع بعض يعني اليات متابعة تنفيذ كل هذه القرارات عشان نطمئن ان يبقى عندنا الية مستدامة للمتابعة ونطمن إن فعلا كل الكلام ده بيتنفذ على الأرض إن شاء الله في أي أسئلة أخرى تفضلي هند مختار يوم السابع أنا بس كنت عايزة أتكلم في جزئية متعلقة بال22 قرار بتوع المجلس الأعلى للاستثمار دايما كل القرارات اللي بتاخدها الدولة بالرغم من ان هي بتحفز الاستثمار المحلي والاجنبي المستثمر المحلي عارف المشاكل والمعوقات اللي بتواجهها مصر لكن مع كل خطوه بتاخدها الدوله بيبقى في شائعات من ضمن الشائعات ديت ويمكن اتمنى لحضرتك يعني توجه رساله للمستثمر الاجنبي اكتر من المحلي هو هل هناك اجراءات بتتخذها الدوله فيما يتعلق بارباح المستثمر الاجنبي الجزء الثاني توفير العمله ويمكن دول اكتر موضوعين بيتم اللعب بيهم او اثاره الشائعات حولهم عشان اعاقه الجهود اللي بتقوم بيها الدوله المصريه شكرا لحضرتك في اي حد من زملاء الوزراء يحب تفضلي شكرا يا هند طبعا احنا يعني زي ما تفضل دوله الرئيس كل المقترحات دي طلعت بالتشاور وحوارات مجتمعيه مع القطاع الخاص والقطاع الخاص المصري هو السفير بالنسبه لنا هو النهارده المستثمر الاجنبي بيجي بيجي بيلاقي المستثمر المصري مرتاح وبيشتغل وبيتوسع عشان كده بيجي المستثمر الاجنبي معاه. بالنسبه لموضوع العمله كلنا عارفين ان هذه موضوع مؤقت احنا بنتكلم النهارده على الدوله المصريه مع الظروف الجيوسياسيه اللي بيمر بها العالم مما لا شك فيه ان كان في ضغط على العمله الاجنبيه نتيجه الارتفاع الشديد في اسعار المواد الاستراتيجيه ارتفاع شديد في اسعار المواد الاستراتيجيه من غذاء قمح زيت طاقه كل ده زود فاتوره الاستيراد وبالتالي عمل ضغط شديد على الاموال اللي احنا بنصرفها طب احنا عملنا ايه بقى عشان نزود الاموال الحاليه اللي احنا يعني ايراداتنا ازاي نزودها الدولة عملت أكثر من حاجة، الحاجة الأولانية طبعا بنتكلم على حاجات قصيرة المدى وحاجات على المدى المتوسط. أولا ايرادات السياحة زايدة 25% الحمد لله، ايرادات قناة السويس زايدة قرابة في 30%، صادراتنا زايدة، وارداتنا قلة 34%، عشان كده حصل تعزز تحسن لأول مرة في الميزان التجاري. الحاجة الثانية بقى السريعة وهي الاستثمار الأجنبي. فاحنا النهارده بنتكلم على برنامج طروحات سواء كانت هذه الطروحات بتتم في البورصه المصريه او بتتم كاستثمارات او طرح استراتيجي ده كلها موارد عشان ازود الموارد الدولاريه وزي ما قلت دي مرحله مؤقته بتجي فيها باذن الله يحصل الزياده في الايرادات وبالتالي يحصل التوازن في سوق الصرف الاجنبي الحاجه طيب اللي برضو بعد حاجة ازودها نقطه مهمه برضو الـ يعني مجلس الوزراء توافق عليها وهي الانفاق الاستثماري حصل ترشيد في الانفاق الاستثماري وبالذات الانفاق الاستثماري الذي له مكون دولاري فاحنا اجلنا الانفاق على بعض المشروعات العام المالي الحالي والعام المالي القادم السنه دي احنا نتكلم على تخفيض 20% والسنه الجايه عندنا مجموعه من المشروعات سواء كانت في مجال الطرق او في مجال كمان مشروعات بنيه اساسيه زي مشروعات تحليه المياه اللي احنا وجهناها للقطاع الخاص ففي طرح تم لمشروعات تحليه الميه مع القطاع الخاص تقدم لنا حوالي 200 اوفر 200 مستثمر من 30 دوله اجنبيه عشان يدخلوا في مشروعات تحليه المياه فاحنا بنوفر ايضا من موارد الدوله اللي كانت الدوله بتنفقها للبنيه الاساسيه وبتدخل عشان نزود مشاركه القطاع الخاص ده توجه الدوله دلوقتي ان هو مزيد من مشاركه القطاع الخاص وفي نفس الوقت ان احنا بنتيح هذا المجال للمستثمر سواء كان مستثمر محلي او مستثمر اجنبي او بشراكه بين المستثمر المحلي والاجنبي بيدخ استثمارات اجنبيه وفي نفس الوقت بيقوم بدور كانت الدوله بتقوم بيه فبوفر جزء من انفاق الدوله اوجهه لحاجات مش هيدخل فيها القطاع الخاص زي ان انا بتوسع في مشروعات حياه كريمه بتوسع في المشروعات للفئات والطبقات الاقل حظا في المجتمع فبيحصل توفير من الانفاق اللي ممكن يقوم بيه القطاع الخاص إلى الإنفاق اللي القطاع الخاص مش هيقوم بيه شكرا شكرا يا مخليني أكمل لحضرتك بس حاجة مهمة جدا اللي أكد بيه اللي قالته الدكتورة هاله إحنا كدولة مصرية حتى يعني في أول شهور الأزمة لم يكن هناك أي مشكلة للمستثمر ان هو يخرج أرباحه ويدخل ويتعامل مفيش أي شيء وخليني أذكر حضراتكم أن إحنا في عز الأزمة في خضم الأزمة في شهر مارس الدولة المصرية سمحت بخروج 21 مليار دولار اللي هم كانوا ما يطلق عليهم المستثمرين الأموال الساخنة. عشان نوري إن إحنا كدولة مش من بنعمل أي قيود على دخول وخروج المستثمرين وأموالهم بالعكس وهناك دول كثيرة عشان بس نبقى واضحين منعت ووقفت خروج اموال للمستثمرين بالذات في هذا الموضوع اللي هو الاموال يطلق عليه الاموال الساخنه لكن ده كان قرار استراتيجي من الدوله المصريه الموضوع كله موضوع الدوله المصريه ملتزمه بالكامل بان كل المستثمرين يخرجوا يعني المستهدفات بتاعتهم وارباحهم لكن هو كل العمليه في ظل هذه الازمه والنقص بعض الموارد بنحط جدول اولويات وبنشتغل عليه وشغالين على وده اللي انا بحب باكد عليه. احنا قلنا من فتره ان احنا عندنا مستهدفات في موضوع الطروحات. سواء كانت في البورصه او لمستثمرين اجانب وان شاء الله يمكن يعني احنا في خلال فتره بسيطه هيبقى يتم الاعلان عن ان شاء الله انجاز عدد من هذه الطروحات الكبيره لان احنا حاطين لنفسنا مستهدفات واضحه ويمكن احنا بدانا بالفعل بعدد من هذه الشركات كان هناك طرح وسياده الوزير يعني عرض ما تم في موضوع طرح نسبه من شركه المصريه للاتصالات واكيد حضراتكم تابعتوا ودي كانت اول خطوه هناك شركه يعني الموضوع مش سر شركه بكين اللي تم اول واحده من 32 شركه خلاص انتهت الاجراءات بتاعتها وهناك ان شاء الله في خلال الفتره الجايه باذن الله هبقى انا والساده الوزراء المعنيين بالملف هنطلع ونشرح لحضراتكم ما تم اتمامه بصوره كبيره الموضوع اللي احنا شغالين عليه وانا حابب بس اطمن المصريين شغالين عليه بمنتهى الجديه ان يبقى ان شاء الله الدوله المصريه قادره تسد الفجوه الدولاريه بتاعتها وبقينا النهارده عندنا خطه واضحه جدا انا عايز اقولها كده كل شهر التزامات اللي علينا ايه مصاريفنا ايه مواردنا ايه الفجوه هتيجي قد ايه وهتتغطى ازاي وتاني هفكر حضراتكم انا قلتها يمكن من فتره اخر مره كل مره كان هناك مراهنه اصل الدوله المصريه هي هتعرف تسدد اللي عليها ولا لا الشهر ده والحمد لله حضراتكم متابعين الدوله المصريه بتلتزم بسداد اللي عليها وانا باكده مره اخرى فالخطه موجوده وان شاء الله باذن الله يعني احنا منتظرين بس نتم عدد من الطروحات الكبيره عشان نطلع نقول. اتفضل. بعد اذن حضرتك كان في بس طالما دخلنا في في الطروحات يمكن حضرتك ذكرت قبل ذلك ان مستهدفين ان احنا نجمع 2 مليار دولار قبل نهايه العام المالي الحالي دي حاجه سؤالي هل من الممكن او ما تم انجازه من هذا التارجت ده بالاضافه الى ان انا شفت الموازنه العامه للدوله 23 24 في الموازنه وزاره الماليه حاطه ان هي بتستهدف تو كولكت 70 مليار جنيه مصري من قضيه التروح من التروحات يعني عموما ال 70 مليار جنيه تقريبا 2.1 من مليار دولار هل ده الرقم ده هو ده ولا ده مختلف عن ده شكرا لا يا فندم هو انا عايز بس اوضح لحضرتك احنا قلنا فعلا هذا المستهدف ل 30 6 وعشان كده انا بقول آه. احنا ان شاء الله في خلال فتره قصيره هنطلع نقول حققنا ايه من هذا المستهدف انا بتكلم على ال 2 مليار اللي قبل ان شاء الله او في غلاية 30 6 لكن اللي سياده الوزير حطه ده في العام المالي الجاي واللي هو حطه عشان بس نبقى عارفين الرقم اللي هو حاطه ده بيمثل نسبة من العائد اللي هيجي من الطروحات وليس اجمالي الطروحات لان يعني هناك عدد من هذه الشركات اللي ضمن الخطة اللي محطوطة للطروحات ما بيبقاش شرط ان المالية تاخد قيمة الطروحات دي بالكامل لانها احيانا بتبقى شركات تابعة لكيانات في الدولة مش شرط ان المالية تاخد العوائد من هذا الموضوع يعني معنى كده إن المستهدف بتاعنا كدولة إن هيبقى الطروحات أعلى من الرقم اللي هتاخده المالية، عشان بس أدي لحضرتك الخطة عاملة إزاي، عشان كده ده اللي أنا بقوله إحنا الخطة بتاعتنا موجودة وواضحة وبنشتغل، ويمكن عشان كده كان واحد من القرارات اللي حسينا من واقع التجربة النهاردة عشان كده ده كان واحد من قرارات مجلس الأعلى للاستثمار إن وجدنا إحنا كلنا كمجموعة معنية بالطروحات هناك مشاكل طبقا للقوانين اللي موضوعة في الاسراع بخطط التروحات، فعشان كده قلنا هنتقدم بمشروع قانون يبقى في وحده مركزيه تبع مجلس الوزراء عشان يبقى قرارها ملزم عشان نسرع بموضوع التروحات ان شاء الله. ناخد اخر سؤالين بقى اخر سؤالين دوله رئيس مجلس الوزراء يعني من المعروف هذه الحكومه طبعا اقتحمت كل الملفات عملت حل كبير بالنسبة للمشكلات وما ذلك ما حدش ينكر في هذا الأمر الأمر الآخر بالنسبة للمجلس الأعلى للاستثمار ويعني والقرارات التي صدرت بالأمس القريب 22 قرار ده يعتبر خريطة الطريق بالنسبة للحكومة وهذه الفترة تعتبر الفرصة الذهبية للمستثمرين من أجل زيادة الاستثمارات ولكن قد تكون المشكلة في عملية التعامل مع هذه القوانين والقرارات من خلال بعض الموظفين في المحافظات والوزارات كيف يتم القضاء على هذا إذا كان هناك روتين شكرا شكرا فندم هو طبعا زي ما حضرتك بتقول ان في قوانين بتبقى موجوده برضو الواقع العملي كشف ان بيبقى في اختلاف في التطبيق بين محافظه ومحافظه وزاره وزارة وجهه وجهه ولذلك احد القرارات الصادره ان احنا حاليا تطلع قرارات تنظيميه تفصيليه تعمم على جميع الجهات والمحافظات والوزارات بشأن التعامل في بعض النقاط زي مثلا مقابل التحسين كان مقابل التحسين ده بيتحط كل جهة وكل محافظة وكل وزارة بتحط مبالغ وبتقدره بالطريقة التي تحلو لها لكن هيبقى في قرار تنظيمي موحد للكل يبين متى يفرض مقابل التحسين قيمته قد ايه بيتوزع ازاي يحصل ازاي فان شاء الله كل هذه الامور التنظيميه هتصدر في الايام القليله القادمه بص يا فندم ويمكن انا حابب اكمل لكل الزملاء لو في برضه الساده الوزراء يحبوا يقولوا اهم شيء هو المتابعه على الارض ودي عشان كده يمكن كان هناك يعني النقاش مع زملاء الوزراء النهارده ان كل وزير مسؤول عن متابعه القرارات اللي تخصه في الاجراءات اللي احنا بناخدها لإن إحنا بناخد إجراءات كثيرة زي ما حضراتكم قلتوا، بناخد قرارات، المشكلة اللي أحيانا بتواجهنا إن يعني بعض الموظفين بيفسروا يعني طبقا للقوانين اللي موجودة إن القرار ممكن هناك يبقى فيه مشاكل أو تحديات. المرحلة القادمة بتطلب مننا كلنا وأنا بأكد عليها كحكومة. يعني السرعة والجرأة الشديدة في اتخاذ وتنفيذ القرارات. وده كان توجيه من سيادة الرئيس. لازم نتجاوز هذه العقبات التصارع اللي بقينا موجودين فيه كدول وتنمية على مستوى العالم كله الأهم ودي نقطة مهمة جدا كل ما هنروح لعملية الرقمنة وإن يبقى كل حاجة من خلال الرقمنة كل ما بنقلل الاحتكاك المباشر ما بين المستثمر والموظف عشان كده كانت أحد الموضوعات إن يبقى عندي منصة إلكترونية تخلص بأسرع وقت ممكن عشان اللي عايز يأسس شركة يشغلها يصفيها بقدر امكان يقدر من خلال هذه المنصه يشتغل عليها كل ما هنقلل ودي يمكن جزء كبير من الخدمات اللي احنا شغالين عليها كان وزاره التخطيط وكل وزاره الاتصالات وكذا وزاره وصلنا النهارده الى اكثر من مية قرب ال خدمه تقريبا يا فندم بقينا النهارده موجوده في اللي هي يعني منصه مصر الرقميه كل ما هنزود هذا الموضوع كل ما المشكلة اللي حضراتكم بتتكلموا عليها هتقل بإذن الله ناخد آخر سؤال دولة رئيس, آخر رئيس الوزراء آخر سؤال وس... دولة فضل. رئيس آخر سؤال بقى محمد إبراهيم جريدة الدستور لا أحد يا فندم يستطيع أن ينكر ما تقوم به الحكومة من مجهودات منذ توليت سيادتك وما قبل ذلك وحتى اليوم لكن دعني أنقل لحضرتك سؤال الشارع والمواطن العادي ماذا سيستفيد المواطن العادي في الشارع وهو يواجه ويعاني من الغلاء وارتفاع الاسعار وعدم القدره على المعيشه من هذه المجهودات العظيمه ومن كل هذه القرارات؟ يعني لو حضرتك ممكن تقول له يعني. خليني اقول لحضرتك كل ما هيبقى في استثمار وبيضخ استثمارات معناها عمله صعبه بتدخل. يبقى ما عنديش مشكله دولار وما عنديش مشكله عمله صعبه. يبدا الجنيه المصري يقوم بقيمته الحقيقيه. خلينا اقولها بمنتهى الامانه كلنا مجمعين كل الخبراء ان الحال حاليا الجنيه المصري مقدر باقل من قيمته وبالتالي كل شغلنا الشاغل في المرحله دي ان يبقى الجنيه مقيم بقيمته الحقيقيه نتيجه لنقص العمله الصعبه فهناك يعني مبالغه في تقدير العمله الصعبه فبالتالي المواطن لما يبدا الاستثمارات تتدفق وتدخل هيستفيد من حاجتين بقى ما عنديش مشكلة عملة صعبة بتضغط عليا وبتزيد أو بتضعف من قيمة الجنيه يبقى مقوم بقيمته الحقيقية وبتترك بقى مرونة سعر الصرف دي طبقا لآليات السوق الحاجة الثانية وهي الأهم فرص التشغيل وأرجو كلنا كمصريين ما ننساش هذا الموضوع إحنا بننمو يا جماعة تاني يعني هقول لحضراتكم هقولها كده للمواطن المصري بطريقة بسيطة لو عدد سكان مصر ثابت لمدة العشرين سنة اللي فاتت زي كل دول أوروبا وعدد كبير من الدول ممكن كانت تبقى الأزمة اللي احنا موجودين فيها النهاردة أقل بكثير جدا 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 لكن احنا مطالبين كدولة كل سنة يبقى في مليون فرصة عمل جديدة عشان مليون شاب بيدخل سوق العمل طيب قدراتنا احنا جرينا كدولة بالفترة اللي فاتت باستثمارات عامة كبيرة عشان أخلق فرص عمل. وابتدى القطاع الخاص بيقول الدولة بتزاحم القطاع الخاص. إحنا مش بنزاحم، كان هدفنا شيء واحد: أخلق فرص عمل. النهاردة اللي إحنا بنعمله ده كله عشان القطاع الخاص هو كمان يجري بنفس السرعة معانا، هو كمان يخلق فرص أكبر. فبالتالي كل ده ينعكس على إيه؟ إن أي شاب داخل سوق العمل يجد فرصة عمل. ده شيء مهم جدا. حجم الاستثمارات دي لما بتدخل التضخم هيبدا ينزل تبدا الاسعار تصل الى التوازن حاجات كثيره جدا يقدر المواطن النهارده يعرف ان هو هيستفيد قد ايه من كل القرارات اللي ان شاء الله بناخدها واللي باذن باكد لحضراتكم هيبقى في متابعه يعني وثيقه ويعني مستمره مننا كلنا لتنفيذها على الارض ان شاء الله وفي متابعه من فخامه الرئيس من خلال رئاسته للمجلس الاعلى للاستثمار لعمليه التنفيذ باذن الله انا بشكر حضراتكم جميعا ومتشكرين يا جماعه شكرا